حلوة دكتور عايزين احمد دي. اه طبعا ماشي. عايزين نشوف بيتصرفوا ازاي، نشوف مباراة بترو اتليكو. اتفضل. اعرض كده اللي هي المقارنة في الشوط الاول قدام مباراة مازيمبي قدام بترو اتليكو عملوا ايه. بص يا كريم، اللي انت كنت بتتكلم فيه الشوط الاول والشوط الثاني، يعني احنا هنحاول بس نشوف فكرهم بيعملوا ايه. يعني الشوط الاول هم مثلا كانوا متعادلين 0-0، دي مقارنه ما بين الشوط الاول والشوط الثاني في مباراه بترو اتلتيكو لمازيمبي، ضد بترو اتلتيكو في بترو في انجولا، في انجولا لما هم كانوا متعادلين 0-0 وراحوا انجولا. أيوة. عملوا ايه؟ نفس الفكره يعني. نفس الفكره يعني هنا لما يجوا القاهره برضو ممكن يفكروا ازاي. اتفضل. الشوط الاول اولا هم ما سجلوش هدف، والشوط الثاني سجلوا جونين. اوكي. استقبال الاهداف الشوط الاول استقبلوا جون، أمان. الشوط الثاني ما استقبلوش حاجه. اذا الشوط الثاني تحسنوا سواء على المستوى الهجومي او الدفاعي. اذا بدنيا هنا اول حاجه هتقولها ايه؟ بدنيا واقفين على رجلهم كويس، مدرب بيعرف يقرا الجيم كويس. تمام، دي تاني حاجه. نسبه الاستحواذ، الشوط الاول كانوا سايبين بيسيبوا الاستحواذ للخصم 43%، الشوط الثاني استحواذهم كانوا اكتر لان هم كانوا عايزين يعوضوا لان دخل فيهم جون، فاستحواذهم وصل 54%. هنا دور المدرب بقى اللي انت بتتكلم فيه. المحاولات على المرمى كانت 4 الشوط الاول، الشوط الثاني بقت 9. تمام. المحاولات الصحيحه الشوط الاول كانت 1 زادت بقت 3، العرضيات زادت من 4 ل 9. نبص على الرقم المهم قوي اللي جاي ده اللي هو الالتحامات الثنائيه. الفريق ده بيلعب بره ملعبه بعنف، بيعمل فاولات كتير. الالتحامات كسبوا 32 التحام، وده رقم كبير قوي في الشوط الاول، والشوط الثاني 43. ما هو برده ده ان دل الفوز بالالتحامات بيقول ان انا واقف على رجلي كويس، ان انا بدنيا يعني كويس، وان انا عندي روح حقيقي، وان انا باخد الكره الثانيه دايما. تمام. فدي بتدل ان الفريق ده بدنيا كويس. المدرب ممكن يلعبك التكتيك بتاعه في الشوط الثاني ان هو يسجل هدف في الشوط الثاني، الشوط الاول يعني ممكن عكس اللي بيقوله الحارس. الحارس بيقول لك احنا هنلعب ان احنا نجيب جون في الشوط الاول، لا، هو من الارقام بتقول ان هم الشوط الثاني بيتحسنوا اكتر، افضل بكتير في كل الارقام. يعني هم بيلعبوا ان هم يامنوا الشوط الاول يخرجوا 0-0. بس خلي بالك هنا ممكن حد يقول لك ايه، وما اعرفش يا كريم، انه يقول لك انه مثلا ما هو النادي الاهلي مش بترو اتلتيكو، النادي الاهلي مش هيجيب جون ويقف يدافع. هو واضح ان هنا بترو اتلتيكو، انا ما اتفرجتش الحقيقه على اتفرجت على جزء منها، فواضح انه الشوط الثاني لما بترو اتلتيكو لقى كده وقف. لا انا شفت الماتش. اوكي. بترو اتلتيكو الشوط الاول اسلوبه ستايل لعب بتاع سان داونز، وفعلا بترو اتلتيكو واخد ستايل سان داونز اللي هو يعني بيهاجم بره ارضه، بيهاجم في سيستم لعب ما بيغيروش. اوكي. بس كان الفرق فعلا ان مازيمبي الشوط الاول قدام بترو اتلتيكو في الواندا دافع برك ده باص بتاعت مورينيو، وقف الاتوبيس. اوكي. بعد ما وقف الاتوبيس طبعا دخل في جول خلاص، طبيعي جدا. فرقه بتلعب كره على الارض مع ستايل لعبك ده، ده كان قرار خاطئ للمدرب بتاع مازيمبي، ان هو في وجهه نظري كان لازم يهاجم، ان انت اصلا في ماتش الذهاب كنت 0-0. بس هو هنا حصل ايه بقى؟ لما دخل اوضه اللبس خلاص انا هنزل هلعب بطريقه واحده. مدرب بترو اتلتيكو غلط الشوط الثاني، عمل العكس، دافع. لو كان كمل لعبه كان كسب، مع خروج لعيبه مازيمبي بحثا عن هدف التعادل كان قدر هو يجيب التاني والتالت، لان كان دفاعات مازيمبي مكشوفه فهم قلقوا. وخلي بالك برضه يا كابتن اسلام، الفرق اللي من وسط افريقيا مع غرب افريقيا سيناريو مبارياتهم مختلفه عن وسط افريقيا مع شمال افريقيا. لما بيجوا يلعبونا او يروحوا تونس او يروحوا باستثناء سان داونز تاني اهو، عشان برضه نبقى يعني مكوينا قال التصريح عجبني قوي بصراحه، عايز امسكه له عايز امسكه له والله. هو زعل ان الترجي لعب قدامه بالاتوبيس، مع ان مكوينا معانا قال تصريحات مختلفة، وكان يعني لا، ما هو مكوينا مكوينا بياخد تقريبا نفس الفكرة بتاعت لا انا افتكرته عاصم موسيماني ايام. أيوة. اللي هو يجي هنا مع الاهلي يقول لك الاهلي الكبير، الاهلي العظيم. لا، وبيتهز لما بيتغلب، لما بيتغلب بتبدا تصريحاته بينسى هو قال ايه. انتوا شايفينكم متوقعين صغير برضه الترجي ولا سان داونز؟ إيه؟ صغير برضه. انا بقول الترجي، انا بقول سان داونز، انا بقول الترجي. لا لا لا، انا وجهة نظري سان داونز. انا الترجي. هم عرفوا يلعبوه يعني اللي عايز اقوله. طيب على ايه قدام الناس؟ مش رهان يعني ولا حاجه، ولكن احنا بنتكلم هن لا وهن ماشي. بص سمير نط على طول ومحمود سعيد ودي يلا بينا يلا كل يا جماعه الكنترول كله معانا النهارده. فاللي عايز اقوله هي الخبره. إيه؟ انا بتكلم ان الترجي عنده خبره شويه في الماتشات كويسين. الافريقيه بقى كويسين. وبقى كويسين. لا لا بقى كويسين. هنتكلم عن القصه دي بعد، بس خلينا نتكلم. اللي عايزك ان مازيمبي هيجي لنا زون ديفنس في البدايه. هنا الفكره بقى ان شاء الله باذن واحد احد، باذن واحد انت في الشوط الاول تقدر تتقدم. وانس انك اتقدمت اوعى اوعى تلعب بتحفظ. هي دي الغلطه ونقطه مهمه ما شفناهاش كتير في النادي الاهلي. نعم؟ ان النادي الاهلي يبقى
متقدم وبعدين بيلعب بتحفظ. يعني في بعض الاحيان مش مع كولر برضه. كولر بيحب يهاجم قوي. احنا في الاخر احنا بنقول له يعني احنا في الاخر احنا بنقدم الشكل اللي احنا بنشوفه من الارقام ومن المشاهد، مش ارقام لوحدها بس. مازيمبي بنسبه كبيره جدا 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 هيجي لنا يلعبنا بيه ال 4 5 1. هو يعني احنا في ماتش الذهاب بيلعب 4 4 1، هيجي لنا بال 4 5 1 هيدافع من تحت الكوره، مش هيقابل من مش هيعمل ضغط عالي خالص عشان يحافظ على المخزون البدني عنده، وهيبدا يفكر في الهجوم اول ما يستقبل الهدف. ثابت برضو احمد عبد القادر وكان له تصريح مهم ان هو لسه جعان كوره او جعان كوره، ونتيجه مباراه الاهلي ومازيمبي خادعه. دي الفكره اللي انا لما كنت بتكلم مع معظم اللاعبين قالوا لي نفس الكلمه الحقيقه. طبعا تصريحات تدل على النضج عند احمد عبد القادر. انا بصراحه فرحان قوي لاحمد عبد القادر في الماتشين الاخر كلنا كاهلاويه، لان احنا كنا شايفين موهبه، وكان الحقيقه هو حتى كان بيقول يعني مقصر في حق نفسه شويه، لكن الحقيقه رجع واتمرن ووعد الراجل وفي الاخر لما نزل كمان في ماتش الزمالك وجاب الجون. هو انت ده ابسط مثال ان ايه، ان كولر ما عندوش مشاكل شخصيه مع لاعب. الناس كانت تقول لك لا ده مشكله، اهو اللاعب هو بعد فتره. ممكن اي لاعب في الاهلي يبقى كده يا جماعه، صحيح ممكن لاعب يبعد فتره يقعد شهرين ثلاثه بره ما ينزلوش، فجأة ينزل وقت ما انت بتاخد ربع ساعة لازم تموت نفسك فيها. ده لأي لاعب. عبد القادر لما نزل وجاب جون ولعب وتألق فرض نفسه على كولر. ما هو خلاص بقى، هو الوقت بقى هو رقم واحد في الحتة الشمال. ليه؟ لأنه نزل في ماتش الزمالك تألق، لعب مباراة مازيمبي حتة الشمال يعني في القلب، يعني الجنب الشمال ده بهدل ابراهيم اكيتا اللي هو الظهير الايمن اللي احنا كنا قاعدين نتكلم عليه. يعني ده كباري وترقيصات وبتاع، لعيب كبير. فاحمد عبد القادر عودته بصراحه مكسب كبير، مع تواجد برضو انت عندك دلوقتي رضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر، فانت عندك اجنحه كتير، والفرقه اللي بتهاجم واللي عندها شخصيه والفرقه اللي بتلعب على بطولات كتير لازم عندها اجنحه كتير. هنكمل كلامنا، ولكن برضو نشوف مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله من خلال الانفوجراف.